يا كريم يا كريم انت نورتنا يا كريم. لحن اغنيه ايه دي؟ انت اصلا ممثل جميل انا ليك. كان نفسي امثل معاك. الله، انا كان لازم اغني لكل ضيف غنوه باسمه كده. حلو قوي. هنكمل بقى اللعبه، عجباني قوي. بصوا بقى، احنا هنسميها لعبه كريم فهمي خلاص، لان هو اللي اقترحها وانا هلعبها مع ناس تانيه. انا قلت فريق ودلوقتي فريق بتاعه. الفريق بتاعي دلوقتي بياخدوا شاور وبيجهزوا حمام كريم بيتروقوا. عملت الباديكير والمانيكير ومارس التاتو يا باشا. اتفضل يا استاذ. حراسه المرمى. حراسه المرمى انا العب سهير رمزي. ايه رايك؟ ده الحاجات اللي انا خايف منها. شفت افتكرت؟ اخذ محترفه من المانيا طبعا. ما كنتش واخد بالي. خلي بالك الموضوع صعب. انت اخذت شويه لعيبه من عندي. ايوه انت دلوقتي اصلا سهير رمزي دي حاجه يعني او ماي جودنس. سهير رمزي حارس المرمى. ده حارس المرمى. هلعب البين دفاع. البين دفاع هلعب بيه. انت اخترت اختيارين حلو. هلعب بغادة عبد الرازق. يا جامد. ايوه لازم عشان الهدات العالية. عشان العالي هاخد منها. هناخد من مونيكا اي حاجة. ممتازة. وبعدين دي اللي تنفع قدام مونيكا. اي حاجة. دي اللي تنفع قدام مونيكا. وشخصية. شخصية. هتسوق الدفاع كله بتاعها كمان. هي كابتن الفرقة. برافو عليك. ده انت جايب وائل جمعة بتاع الستات. طبعا. برافو. وهتلعب مين جنبها عشان التوازن؟ هقول لك عشان التوازن بقى بتاع الموضوع. انت محتاج حد زي مين مثلا؟ هلعب بسمال خشب. سلم عليا. لان كده احنا لعبوا مع بعض في معسكرات قبل كده. صح. ويا ريت ايه نركز ونفهم بالظبط. هلعب بباك رايت نيلي كريم. ده انت لقيم لقم. برافو عليك. دي صحه وشطاره في نفس الوقت. سريعه سريعه. انت فاهم. وسمانتها قويه لانها كانت بتلعب باليه. بالظبط. ده انت لقيم. عيب عليك. برافو. انت جايب روبرتو كارلوس. ده ظابط بقى فرقته. حلو على فكره. عجباني. حلو. باك ليفت. على فكره انا بدور على السرعة. انت بتدور على اللي انت عايزه. انا معاك. انا عايز اشوف فريقك. وسرعة ايه؟ سرعة ولا سرعة؟ سرعة بقى. ما احنا انت عايز فريق سريع. انا عايز فريق دايناميك. ليفربول ستايل يعني. ماشي. باك ليفت هلعب دينا الشربيني. انا باك رايت وباك ليفت سرعة وخفاف. وخفاف. أيوه. وبيروحوا وبيجوا ولزاز وحلوة الجول. حبايب يعني بجد. حقيقة. مستحيل. حتى التيت. حقيقة. لا والتيت موجودة. يا نهار اسود. انا شكرت في حبايبي. يلا. كده البين الدفاع زي ما قلت لك رامي منصور ونورهان منصور. لا دول هاف ديفندرين. تقصد هاف ديفندرين يعني. سوري ستة وستة. ستة وستة. سوري. خلاص. رانيا منصور ونورهان منصور. ونورهان منصور. نص الملعب مقفول. نص ملعب مقفول. انا عامة لو داخل عليهم بالكرة غالبا هسيب لهم الكرة واسرح. بالظبط. هم شاطرين. بلاي ميكر هلعب ميريم فارس. صغيرة. باريلا. نيكولا باريلا. فهمتك. صغيرة هتوزع. طبعا. يا عيني. كده دول ثلاثة خط النص. هتاخد بقى وينجين ومهاجم. وينجين ومهاجم. المهاجم بص بلا شك. بلا شك هيفا. ايوه. بلا شك. صدق ما رضيتش اقولها وقلت هسيبها لك عشان كنت هاخدها رقم 8 عندي بس سبتها لك. لا هيفا في الحتة اللي قدام هتبقى تقيلة. انت بتلعب ورا كمان. انت بتلعب ورا ايه؟ ولا ورا في الملعب؟ انت بتلعب عند فرقتك ومين؟ في عندنا. لا انا معايا اروى جوده. طويل. ومعايا ليلى فوزي. لا الموضوع مش سهل. الموضوع مش سهل بس هيفا برضو. ايه هتقدر تخش عمرو زكي. ايوه اوكي. دبابه كده كده. قلنا ان هيفا السترايكر بتاعك. فاضل وينجينك بقى اليمين والشمال. انت اخدت نانسي. ما نسيت. انا هتجابها اليمين بتاعتك باظت. محتاج شخصية. مقبول. مع غادة ورا. انت محتاج شخصية قدام. صح. محتاج كابتن تاني في الفريق. كابتن تاني. كابتانو. وموهوب. مين حسام غالي؟ لا مش حسام. مش حسام. انت عايز حد مكان صلاح. وينج يمين. منى زكي. اوه. تقدر عادي جدا ان انت تاخد من غادة كابتانة. تخلص الماتش. حتى لو غادة اقدم. صح. فانت ممكن. في كابتن تاني قدام. في كابتن تاني قدام. حلو دي. منى. انا بحب منى قوي اصلا. وانا. ماشي. وانا. شمال. وينج الشمال. وينج الشمال. استنى هقول لك. الناس عايز اقول ان الناس لازم تقول لنا مين احلى فرقه احسن. احنا هنعمل ماتش بين الفرقتين برعايه الباني المالكي في اخر رمضان. هننزله لكم وانتوا تختاروا مين. انا بحب كنت بحبها جدا الله يرحمها نهى شريف. شيكابالا. عبد الستار صبري. حتى فاهم المهاره. طب ممكن اخبطك واحده جامده. يلا. انا مش كنت سايب المركز الميد فيلدر الشمال عندي فاضي ابقى اختاره بعدين. جاف بالي بقى هختار مين. مين؟ مديحه كامل.
والله جت في بالي دلوقتي قلت خلاص مضيتها خلاص هي في الاهلي دلوقتي خلاص كده. طب عايزين نعرف فرقتين بقى مين لو لعبوا بعض هيكسبوا بالظبط هنحطهم كده قدام بعض انت عمل تشكيل يعني عمل التشكيل قد زي على ملعب حصل خلاص ده على ملعب اخضر زي بالظبط طبعا حلو قوي اللعبه دي يلا. لعبه كريم فهمي خلصناها يا جماعه احكوا انتوا على الفرقه فرقتك بس ناقصها صابون ايه الفرقه دي محتاجه شامبوهات كتير ودلع وحاجات طبعا فوم بارتي مش كوره